طيب احنا مش بس الدكتور عبد المنعم سعيد من الشخصيات اللي الواحد بيحترمها، الواحد بيحترمها يعني. طيب احنا بس مش بس الاهرام، احنا عندنا كمان واحد حبيبك قوي اللي هو رئيس مجلس اداره اخبار اليوم، الاستاذ الصحفي الكبير ياسر رزق، عاوز برضه يتكلم معاك. ياسر طبعا. الحقيقه الكابتن حسن حمدي ذكرياتي معاه عن طريق شاشه التلفزيون. انا من الجيل اللي شاف الكابتن حسن حمدي وزير الدفاع زي ما كنا بنسميه، وانا الحقيقه انا من مشجعي النادي الاسماعيلي، انا من ابناء الاسماعيليه اساسا، بس كنت في مجموعه من اللاعبين كنت بقدرهم جدا، الكابتن حسن حمدي، الكابتن مصطفى عبده، وطبعا الكابتن بيبو. وكان يعني لو كان في احتراف وقتها وكان مفتوح كان الكابتن حسن يلعب في اكبر انديه العالم. كان بيتميز بحسن التوقع وكان بهدوء الاعصاب. والحقيقه دي كانت بدايه معرفتي بالكابتن حسن حمدي، ثم بعد كده في ادارته للنادي الاهلي. وزي كل الناس يعني انا اتعرفت عليه اكتر لما كان رئيس النادي الاهلي في فتره مهمه جدا. وانا بقول دايما النادي الاهلي هو مؤسسه من ثلاث مؤسسات في مصر، مدرسه في الاداره. الحقيقه يعني انا شفت هنا في اخبار اليوم ان الكابتن حسن يستحق التكريم من مؤسسه اخبار اليوم، برغم انه رمز من رموز مؤسسه الاهرام. ما كانش فيه اي حرج عندنا. لما كنا بنكرم الكابتن حسن كنا بنكرم فيه كل الاشياء التي يمثلها، كلاعب اسطوره وكاداري فذ وكرئيس للنادي الاهلي. قدر انه يحافظ على مبادئ وقيم النادي الاهلي، وانه يعمل فريق قدر انه يحافظ على البطولات في كل الالعاب، ما بنتكلمش على كره القدم فقط. ثم النهضه الانشائيه اللي حصلت في النادي الاهلي والتوسعات في مقر النادي الاهلي. لكن ايضا كنا بنكرم الشخصيه الاعلاميه ورجل الاعلان القدير الاستاذ حسن حمدي او المحاسب حسن حمدي، اللي قادر انه يحقق نهضه ضخمه جدا للاهرام وما بخلش بيها لا علينا ولا على اي حد بيحاول انه يستنير برؤاه ويستفيد من خبرته. ايضا كنا بنكرم الشخصيه دميثة الخلق، طيب المعشر، عف اللسان. الحقيقه الكابتن حسن في كل المجموعه اللي بتكون شخصيته، سواء من سماته الشخصيه او المناصب اللي تقلدها او المهام اللي اداها، هو نموذج وقدوه للشباب المصري. عنده شخصيه غير بس الفن الكروي اللي هو بيتمتع بيه، عنده شخصيه في الملعب، شخصيته في الاداره. ما كانش ممكن يعني انه يتقلد مناصب اداريه في النادي الاهلي الا اذا كان على بيتمتع بالشخصيه الاداريه والشخصيه القياديه. كون ان احنا بنتكلم النهارده على الكابتن حسن حمدي بعد اكثر من 8 سنوات انه ترك رئاسه النادي الاهلي، فمعنى كده انه ترك بصمه وترك يعني ملامح مدرسه في الاداره مستمره، وايضا سمعه طيبه للغايه ورمز وقدوه، بدليل ان قناه النادي الاهلي انها بتحتفي قلما بنلاقي اي في اي مجال سواء في الرياضه او في غيرها بنلاقي فيه احتفاء بقيادات سابقه. معنى كده ده بيؤكد كذا حاجه، نمره واحد هي ان النادي الاهلي فعلا نادي المبادئ ونادي القيم، انه بيحترم قيادات السابقه ولا ينتقص من ادوارها، وان الاجيال اللي بتيجي بعد كده بتبني على ما تركه الاخرون. والحقيقه بيدل ايضا على الحب، مدى الحب الكبير اللي بيكنه الاجيال اللي تلت الكابتن حسن حمدي ليه ولشخصيته، بدليل ان احنا شايفين المجري النهارده اهو يعني عامل حلقه خاصه عن الكابتن حسن حمدي. كابتن حسن ربنا يديك الصحه وطوله العمر،
وتفضل تثري الرياضة المصرية والنادي الأهلي. وأيضا ما تنساش بخبرتك المؤسسات الصحفية القومية. الحقيقة احنا في فترة حرجة جدا ونحتاج لخبرة حضرتك. أنا تركت موقعي طبعا كرئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، لكن متصور أن الأخبار اليوم والأهرام والجمهورية وكل المؤسسات القومية في حاجة لخبرة حضرتك، بالذات في مجال تطوير إيراداتها من الإعلانات. تقول إيه الأستاذ ياسر، صحفي الكبير قوي لجريدة الأخبار؟ أستاذ ياسر طبعا من كصحافة من أحسن الناس اللي هم مسكوا أخبار اليوم، وفي نفس الوقت كمان كصحفيين وكنقاد صحفيين، وليه ماضي كبير قوي الحقيقة. دي الصورة يعني بتاعت التكريم يا كابتن. هو طبعا الأخبار كلمني في شخص أستاذ ياسر، والواحد بيحترمه وبقدره. بس أستاذ ياسر هو حبيبي، بس اسماعيلاوي يا كابتن، نعديها؟ لا بس هو اسماعيلاوي بس أه. كان بيشجع النادي الاهلي برضه، يعني كان طبعا دايما بيكلمني على النادي. لا احنا كلنا بنحب النادي الاسماعيلي يعني. نادي الاسماعيلي علاقتنا بيه طول عمرنا كويسه يعني. علاقه كويسه، وهو يمكن كرمني في مؤسسه الاخبار يعني، ودايما انا بشكره على كل حاجه قدمها للصحافه المصريه يعني. طيب.